وبهذه المناسبة تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة ميلدا خليل، نائب رئيس الخدمات الطبية الأقسام الجراحية بمجمع السلمانية الطبي. مساء الخير دكتورة ميلدا، في نشرة بعد الثالثة نحييك. بداية، يعني كيف تقيمين أداء غرف العمليات الجراحية في المستشفيات الحكومية في شهر أغسطس الماضي أو خلال الشهر الماضي؟ يا هلا وسهلا، مساء النور. حبيت أشكركم على الاستضافة وعلى تسليط الضوء على المشاريع والجهود اللي تقوم بها المستشفيات الحكومية. سمحوا لنا أكد بأننا في مساعينا للتغيير في كل ما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية على أكمل وجه لتفعيل القطاع الصحي. ما يخفى علينا أن القطاع الصحي ركيزة أساسية من ركائز التنمية والاهتمام بالإنسان سواء المواطن أو الوافد، وذلك تحقيقا لرسالة الحكومة الموقرة وتماشيا مع رؤية مجلس أمناء المستشفيات الحكومية. يجب ذكر أن تطوير الخدمات قاعد يتم في جميع المستشفيات الحكومية، لا سيما مجمع السلمانية الطبي وهو أهم مرفق طبي حكومي. ومثل ما ذكرتوا، احنا بينت لنا احدث الاحصائيات المؤشرات الإيجابية اللي حققتها هذه المشروعات والاستراتيجيات، خاصة فيما يتعلق بخفض وتقليص قوائم انتظار العمليات الجراحية بمجمع السلمانية. نقوم بهذه الخطوات بغية التواصل مع كل المستجدات الطبية عن طريق مراجعة مستمرة للمشاريع المعمول فيها حاليا والدفع فيها لمزيد من التقدم والسعي للتغيير بما يخدم المرضى. نعم دكتورة، يعني لو تحدثين أيضا عن أبرز العمليات الجراحية التي تم إجراؤها في مجمع السلمانية الطبي خلال الشهر المنصرم. اي نعم، مثل ما ذكرت ان العمليات اللي اجريت خلال شهر اغسطس الماضي شملت 13 تخصص طبي متنوع. نعم. وتم من خلالها اجراء 1483 عمليه جراحيه. هذه بالاضافه الى ان احنا في الوقت الحالي في 4 غرف عمليات زياده تحت الانشاء وفي انتظار انها تكون جاهزه للاستعمال، وهذا يعتبر مكسب للمرضى بشكل عام. في نقطة كنت حابة أضيفها، أن الزيادة في عدد العمليات الجراحية هذه تتم وفق آلية محددة وجهود لكافة الأقسام وطواقم العمل، سواء كانت طواقم طبية، تمريضية، خدمات مساندة وإدارة تنفيذية. نعم. الجميع يعمل على مدار الساعة لنظهر لكم بهذه الإحصائيات. نعم، دكتورة ميلدا خليل، نائب رئيس الخدمات الطبية الأقسام الجراحية بمجمع السلمانية الطبي، شكرا جزيلا.